شو تسمموا بها المبلغ؟ على العموم فواتير الطعام موجودة. هاتي لشوف. ويسكي، نبيل، بوخة، ملوخية بالأرانب، ست سبقي، مشبوط، بلاليط، ألو. برياني، صيادية، لا والله ما وافقت له. تمن، بصارة، لا شهادة ولا لغة جبلية، وملحق كب ثقافي بنية، بأوروبا. كب زحلاوية، ها هنيك بيتعلم. كب كبة لا مشوية، كب علمه هون محشية، وببعتك لحمة انت وياه. مفرومة، لحمة بالصحن، لسه كبه بالصينيه. مذاكرينها، عجيب. شكشوكة، كشري، كباب حلبي، كباب هندي، كباب مصري، مسخن، خبيط، الو. هريس، فروج طبعا البحر، وافقت له. فروج على الطريقة اصابه الحلوة، عمل والقانون واضح بهالصدد. شيخ، ولك فروج حاج تقول لي شكرا بالكافيه، يا سيدي. اعمل فواكه حادث مثله بالملبن، وبوافق لك، كوارع، بس يكون خطر كتان، واثناء العمل. ها نحات. وقفي، ما في شرحات باللغه. شين شين شراشف شرانق شناقل. ها شرائح مو شرحات، صلحيها. حاضر. شيخ المحشي، بازين، خروف مكتف، خروف منسف، كو هاتي لشوف. كوسكوسي. ليه مستحيين اذا هن مو مستحيين؟ مغربية، داود باشا، مسلم هربان، يهودي مسافر. لوين مسافر؟ هي أكلة اسمها يهودي مسافر. يهودي مسافر ومسلم هربان، هي مو أكلة، هي طبخة سياسية. اطلبي لي المخابرات. عزمي بيك ما بدها مخابرات مشان فاتورة. ولك شعب عنده كل هالطبخ ايمتى بيشتغل؟ ولسه حمام محشي كافيار ونحن بلد فقير؟ أصول الكرم العربي. هذا مو كرم، هذا تبذير. الباس ما عنا والدكة حرير. صح، لكن القصد من شان الأجانب ما ياخدوا عنا فكرة سيئة. ليش بقي شي ما أخدوه؟ الله يهد عزمك يا عزمي صلماي. ايه طول بالك أبو فارس. بالي خلاص، لقمة وصلت للتم معقول يخطفها مني بجرة قلم؟ ايه هاي لقمة هاي سيدي حلي. بس كم واحد رح يغمس من وراء هالمشروع؟ صحتين أخي. بدي أفهم مين المدير بهالمصلحة، مو جنابك؟ لكن هو مستشار القانوني. قال قدم مشورته لضرورة المصلحة ما أخذنا فيها. موظف عندك بيركبك بمشورته؟ ولك بيطالع غلط بالإليازي. وشو الغلط بإليازتنا؟ قطعة أرض بنص البلد بتسوى ذهب، وبعد هالعيون ما تفتحت عليها، وراح نبني عليها صرح تجاري. بيرفضوا مشان يعملها حديقة عامة للرايح والجاي. باني رأيه على أنه البلد مكتظة وبحاجة لمتنفس. الله أنت معنا ولا معه؟ معك ولك معك ومع الحلة والغماس. نعم لا ما ممكن وافق على تخصيص ميزانية لمؤسسة الفضاء العربية ونحن مو قادرين نضبط مؤسسة استهلاكية بهالمبلغ بأمن جهاز الأشعة للمستشفى العمومي يا أخي. بعدين لنخلص مشاكلنا على الأرض من نط على السماء. عزمي بيك حاجتك اليوم لازم تروح ترتاح. حاسة إني تعبان. ما في إشي مستعجلة؟ ما في غير موضوع الدعوة لمهرجان كان. ليش قلة مهرجانات عنا؟ إن شاء الله هنيان. يا سلام زلال. تفضل مختار. يا الله سيدي رح تبرد المناسف. يا الله. يلا تفضلوا. تفضلوا. يا الله يا جماعة يا جماعة مو هيك بيقابلوا المستشار؟ يا شباب انتوا فنانين ومزوقين، الشغلة بالنظام، إذا ما عندكم موعد ما بقدر بسمح لكم تقابلوا. طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. شوفي شوفت عينك مين حضراتكم؟ ولي خلقة ربي، ساعة بالتلفزيون وما عرفتينا؟ عفوا ما اخذت بالي. هذا ذنبك ما هو ذنبي. يمت شو طلباتكم؟ بدهم يقابلوا المستشار. بخصوص مهرجان الحنفية. المهرجان صار وخلص. حنا اللي صيرناه ودنا اتعابنا. اي نعم. اسفة المستشار بت بهالموضوع واحنا ما عجبنا البت.
لا لا طبعا ما نروح من هين حتى نقابله. لحظة اعمله معروف. خليه يجي على الباب. ها باي مزينها. شوفي ليش الضجة برا؟ جماعة مهرجان الحنفية مصرين يقابلوك. خليه يتفضلوا. تفضلنا يا بيه. يا اهلا وسهلا. بل مأهل. مطالبكم؟ ودنا اتعابنا. من؟ مشاركتنا بمهرجان الحنفية. وشو قدمتوا لمشروع الحنفية؟ رقصنا وغنينا وانا زمرت. مشروع الحنفية ما في بند للتطبيل والتزمير. فيقونا من نومنا تنشارك بمهرجان عفوي للحنفية. اللي فيقكم يدفع لكم. قالوا لنا راجعوا المستشار. زين راجعتوه وسمعتوا الجواب. معناتها حضرته ضد الفن. بالعكس يا ابني، الفن حضارة. ها معناتها رح نوصل. مستشارنا مرحبا. مرحبا. أوف 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 أوف. عقدنا العزم ولعزم بيك جينا. ولولا الطمع بحسن لقياك ما جينا. أهلا وسهلا فيكم ومع السلامة. ممكن لحظة. حنفي مفخرة للوطن خيرها سل السبيل. بقصد سل سبيل وقطعتها لضروة الشعر. مي رقراقة مثل الدمع تشفي العليل. إن شاء الله هنيا. كل مشكلي فيه بتلاقي خلاصة. هنس اسمعوا المستشار بده يسمعنا الخلاصة. ولك يا ابني شو الخزينة نهبة؟ لو في بند ما بدفع. مشروع يكلف 50,000 والمهرجان والوليمة كلفوا 100. ما كان أملنا نسمع أجوبة مفكفكي. مشوا في مدير عام بعده لالله منشتكي. بهالموضوع بالذات ما فضل اتجاوز استشارته القانونية. قلنا نلاقي الكحل عندك شايف عميته. لا في أصول بالتعامل مع المستشارين. وتعبنا روح هدر. ما ضاع حق ورام طالب. واحنا شو قاعدين نسوي؟ روحوا اشتكوا. الموضوع بده تصعيد لأنه كتير عم يعرقل حقوق الناس. وإذا ما كبرت ما تصغر. نعم أنا عزمي بيك. داعي رئيس بلدية العطشاني أكيد شفتني على التلفزيون. المهم بعتلك جماعة مهرجان الحنفية وكان أملنا تشوفوا خاطرهم لأنه تعبوا ورقصوا. كيف؟ ما في ميزانية؟ تكره. طيب في غيركم من راجعوا. ها شفت؟ اسمح لي بسؤال عزمي بيك. تفضلي. كلنا منعرف انه ما وراك حدا صاحب ما إلك، ومع ذلك مالك سائل عن حدا. انا يا بنتي مثل لبنان سابقا، قوتي بضعفي. خايفه تنتهي مثله. شو يعني بيقسموني؟ سلامتك، بس خايفه لان العيون صارت حمر عليك. تحمر تخضر ما بيهمني طالما انا راضي ضميري. بسمعك بصير قويه مثلك، بسمع برا بخاف. قاعدين على قلب هون. وين صرنا؟ إن الحضارة ثقافة وعلم وإبداع ذاتي، وليست استهلاكا لأدوات حضارية من إبداع الآخرين. أهلين عزمي بيك، خير؟ أنا بستأذن، ما أخذت المصفاي. Thank you.
لك بالعادة تصفي الدوام عن نقطة. خير، شو يلي جابك بهالوقت عزمي بيك؟ بكشي؟ مريض؟ ما في حرارة؟ مين اجا؟ بتكون أمل. ماما هون. ايه غليت لي قلبي عزمي بيك من وراي. ايه سم الموت. قلتوا لحالكم أمل بالمدرسة فضيلكم الجو. لك أبوكي مدري شبه. خير بابا؟ قدمت استقالتي. معقولة؟ لا تكون عم تمزح. في شي مرة مزحت معكم؟ وليش استقلت؟ مشان الحوار العربي الأوروبي؟ القمر الصناعي؟ مشان الصناعات الثقيلة؟ ليكون مشان السياسة الخارجية؟ الداخلية؟ لا. لكان؟ مشان الحنفية. الباردة ولا السخنة؟ حنفية الدولة. يعني حنفيتنا ما دخلها؟ إيه الحمد لله. بابا عزمي بيك يستقيل مشان حنفية. حنفية؟ حنفية يا سيدي حنفية. اللي بيتنازل مشان حنفية بيتنازل عن بلد. ايه والله. وهالناس اللي حامل همومهم لمين بتتركون؟ معقولة اتركون؟ بس بدي اعمل لهم فركة اذن بهالمصلحة، ولك نص الدولة ما عاد لشغل غير الحنفية. في إنا بالموضوع والإنا بتجر لكنا. اه لكن. اه ولك تعو سيحوا معي هالكنباية. بابا قلنا شو بدك نحن بنساوي؟ تعي أمل من ناحية. ليش بدك تزيحة؟ حتى توسع القعدة. كلنا لفلين ونص. وهالوفود اللي بدها تجي وين بدها تعود؟ أني وفود؟ ولك هالناح عنكم. إذا أنا استقلت هنن رح يتركوني؟ أمل هاتي الترابيزات اللي هنيك. هلا بهلكونا تليفونات ورجوات، خلي لي ممر من هون. بس مين ما تلفن أنا مالي موجود. لا تنسي تحضري الشربات. لا موجود بس مشغول. صفوا كراسي الصفرة عند المدخل. بس مين ما اجى استقبلوه بلطافة وقولوا له المستشار نايم. أو مو نايم متسطح. وبركي اجى المدير العام؟ إن شاء الله الوزير. معقول يجي الوزير؟ حتى لو اجى وأنا واثق إنه بده يجي، ما رح أرجع عن استقالتي إلا بشروط. هيك بدكم تستقبلوا الوزير؟ روحوا البسوا، قيموا لي هالكركبة. رايح تتسطح؟ رايح أكتب شروطي. قلت لكم لحدا يشغل الخط. بابا موضوع بيتعلق بدراستي. موضوع عودتي عن الاستقالة أهم شي هلا، وبجوز بأي لحظة يتصلوا. مثل ما بتريد. هيك بدك استقبلي الوفود؟ صارت عشرة، لو حدا بدا يجي كان إجا. بجوز وصلوا الخبر متأخر. بلحظة بلبس فستاني. ما بدون يجي الليلة يدقوا تليفون يعتذروا يطلبوا موعد لبكرة. خايف يكون الخط معطل. لا بابا شغال. افتحي لنا الراديو. حاضر. صار وقت الاخبار واكيد بيذيعوا خبر الاستقاله. الموجز: انهيار المحادثات حول جبل طارق. ثلاث دول اوروبيه تشارك في انتاج قاذفه مقاتله. انفجار الوضع مجددا في جنوب افريقيا. استقاله اسمعوا اسف استقاله الاب موزوريوا من جميع مناصبه. كان هذا هو الموجز وتفصيل فصلك ضربة. موزيريوا بيذيعوا خبر استقالته. سكري الراديو. والله مو عادل. مو ناقص غير يلبسنا اسود مشان الاستقالة. سمعتوا؟ هذا زمور المدير العام. بلشوا يجوا. هذا المدير العام. ايه الحمد لله. ما بيعرف انه انا قلبي طيب. ايه انا بدي ورد وهدايا مشان امتى؟ الحقوني.
فلاك اركدي البسي. بابا انت افتحي له واستقبليه ونادي لي. وينك؟ خليه يقعد هون. لا على هداك او بجهله. وين ما بده يقعد؟ طيب ولا يهمك. وهلا شو فيكي بيقعد قدامي مثل التوتو؟ روح رتب حالك هلا. اهلا وسهلا. مرحبا. تفضلوا. هون بيت ست زلائب؟ لا فوق. شكرا. هاتي لي الشروط، خايف كون متقلها شوي. هلا اتركنا من الشروط والمصلحه، لو بده حدا يجي كان اجا. عمره ما حدا يجي. رح تخنقه، بنتنا كبرت والتقاعد بكفينا وبزيد. من 20 سنة ما قعدنا سوا على شط بحر تحت شجره. انا بحب المشموش، ريحه زهره بتفرفح القلب، والسر العطري بضو القمر. يلا قوم البيت ومشط لي هالشعرات واطلع اعمل لك مشوار، يلعن المصلحة وساعتها. قولي؟ قولي. مات البيت؟ إذا اجوا من المصلحة وما لقوني شو بدهم يقولوا؟ ترك الناس وداير على حل شعره. إيه ما حدا رح يجي. ها؟ اجوا. صباح الخير. أهلا وسهلا. عزمي بيك موجود؟ إيه من امبارح عم يستناكم. مين؟ ريما خانو. ما قلت لك إلا يجوا؟ لك وين شروطي؟ هيئة كان عندي شروط كثيرة لسحب الاستقالة، لكن تكرمي انتي والناس طيبين سحبناها. عفوا عزمي بيك، ما عاد في داعي لسحب الاستقالة. وكيف بدي ارجع بدون ما اسحبها؟ يعني قبلوا الاستقالة. وكانت أسرع معاملة بتاريخ المصلحة، وهي أغراضك الخاصة كلفوني وصل لك إياها. يقبلوها أحسن. أنا مصر يقبلوها تصفيون بالمصلحة. هلا كنت رايح أعمل مشوار، اسأليها وين بجامتي. نعسام بدي اكل. بتحب تنقطهم بشي؟ ما بيكفي الحنفيه عم تنقط. قديش الحساب؟ بس 341 ولك خصم 35% بصيروا 453. قول 600، هي فاتوره ب 800. صحن حمص ب 800 مع بصله ولا مسجل بالليسته خمسه بدون بروجرام. وبعدين ملاحظ انه مشروع الحنفية مكلف. تمديدات حنفيتكم بتنتهي هون، بس تمديداتي من هون بتبلش، وما بعرف من انو اسطر رح بطلع لكم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. يا عزمي بيك نترجاك، ما تعملنا شوشرة بالسجن. إيه ما بدأنا نشيد وطنية مشان الحنفية.
انت بتعرف بولينج؟ شو؟ اذا موطني يا سيد الاوطان، لا لا لا، بلادي 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 لك حبي. تفضل عزيزي. لوين؟ اخلاء سبيل. على اي اساس؟ على المادة 82 وتعديلاتها. على التعديلات ما بطلع. سبب؟ لانه التعديلات والاستثناءات كلها بخوشة للقانون. يا بطلع على المادة ذاتها يا قاعد هون وبلادي بلادي بلادي. بدي اكتب تقرير بالحنفية وسلمه يدا بيد. عزمي بيك شو الفايدة؟ إذا حليت مشكلة حنفيتك، حنفيات غيرك مين بده يحلها؟ شو يعني؟ اقبل بالأمر الواقع؟ لا بابا، المفروض ما تقبل. إذا انصفت مظلوم ما بتحل مشكلة كل المظلومين. المشاكل أكبر مما بتتصور. بس أنت ما كنت شايف غير المصلحة. عال هلأ فضيت اللون وبدي أشوف كل شيء ووصل كل شيء. يعني وجدتها. شعلي لي الحمام، حاسس حالي أرخميدس. هون بدي شعله؟ لا تشعلي شيء، أنا أهم من أرخميدس. طلعت معي بدون حمام. شو يلي طلع؟ بدي أعمل تقرير جامع مانع بكل شيء عم يصير وما عم يوصل. هلأ خلصت من الحنفية طلعت لنا بالتقرير؟ بكرة بتشوفي إذا ما بقلب لهم المنقلة على روسهم. أي. سلامتك عزمي بيك، سلامتك. قوم قوم قوم. اسم الله حولك. الله أيام الحنفية. كم باب صار عنا؟ صار عنا باب الحنفية وما وراءها، وعنا باب الشارة والصفارة، وعنا باب الموظف بين المطرقة والسندان. تفضلوا. يسلموا. عملي معروف افتحي لي باب جديد وانت اقفلي لي الباب. شو صدقكم؟ ليش البطء؟ يظهر في اجراءات امن جديدة بس هيك الطيارة حتتأخر عن موعدها. روح شوف الضغط الناوي. مع السلامة. شكرا. اللي بعده تسمح؟ تفضلي. دكتور بالهندسة؟ اي نعم. على وين العزم؟ مبدئيا على فرنسا. اجازة مهمة؟ لا على طول. سبب؟ يا ستي قصتي وما فيها. ولك يا ابني مهما كانت القصة ما بيجوز تترك بلدك رجع. اسمعها بالاول. ما بدي اسمعها. لو بسمعك قصتي لازم كون على المذنب هالي هلا. لوين؟ على اوروبا. سبب؟ شمت هوا. هوا بلادنا ما بينفع. تغيير شكل. ايه روح جرب. ايه اللي بعده. النداء الاخير من لوين رايح؟ على امريكا. شو رايح تعمل؟ هجرة. طبيب؟ نعم. ممنوع، لازم ترجع. اللي بعده. قلة أمراض عنا ولك يا ابني. لحظة يا خالي. ما في لحظة، الواحد منكم بيتخرج بده بعد سنة فيلا وسيارة ورصيد. طيب ممكن؟ مو ممكن. شوف المستشار. بلدك حضنك أنت وصغير، بيستحق تحضنه لما كبرت. يا أخ. نعم. وين جوازك؟ أنا ضابط أمن المطار. تشرفنا. بأي صفة عم تمنع هاد وتسمح لهاد؟ بصفتي عزمي بك. معروف. مستشار مصلحة التفتيش العليا. سابقا اسمح لي بجوازات ونشرف معي انت والخانو. هدول كفاءات نحن بحاجة إلهم. هذا مو شغلك. بسيطة، كله جايب تقرير. انا ما قلت لكم روحوا لبيوتكم، انا بوصلكم الجوازات. وانت كمان مدان، المسافر بتيسر له والراجع بتعسر له. شو اسمك؟ باب المحاكمات والتليفونات السرية. ضمي له الصور. اوكي بابا. بتأمره شي غيره؟ سلامتك بابا، بس خلي لي الباب مسكر. طيب. 41 باب العمولات. راح اخلي لكم الباب مفتوح مشان تتهوى الأوضة. لا خليه مسكر، بتكفينا ابواب التقرير. ريما كم باب باقي لكم؟ قربنا نخلص. لانه انعست بدينا.
شو تقرير ابي هو؟ تقرير لهالناس. خطيه تاخرت على بيتها لبتاعي. خايفه يطير ابوك ويبقى لي التقرير. ست ريما اعملي معروف، اطلبي لي حدا من المسؤولين خليني اوصل له التقرير. تكرم بابا بتاخذ العقل. شكرا حبيبتي. مش هيك ماما؟ والله ما بعرف. بابا بتصور رح يجيب نتيجة هالتقرير؟ ليش لا؟ لغة سليمة، وقائع ثابتة، وصور واضحة، وبعدين ديباجة أبوكي بتعرفيها. شعر أبو تمام. ما في حدا في مكتبه. وين هم؟ عم يحضروا مباراة بين منتخب الشرق ومنتخب الغرب. عال بيكونوا مجموعين. بدك تروح لهم على الملعب؟ دق الحديد وهو حامي. وكيف بدك تلقي المقدمة؟ وشو هالشغلة؟ بطلب وقت مستقطع من الحكم لأنه هالموضوع أهم. دعوا لنا. الله معك عزمي بيك. أنا ما فهمت شي لهلأ. شو بدك تفهمي؟ خلص التقرير ولا لسه؟ خلص وراح يوصله. والمسا سهرة للصبح. أه الحمد لله. ¶¶